في الدور الارضي عند براندي فاشون. تعالوا نشوف الترنجات بتبدا معانا ب 150 جنيه علشان 40 يوم القط خليها لنا من 160 لحد 150. هي اصلا في الاصل كانت بكام؟ 295 من 200 و210 ل 150. كانت دي عندي البيجامه دي كانت عامله 235، احنا خليناها 150 جنيه بس. بس للاسف تعالوا نشوف بقى السلبات الجميل ده. 150 جنيه الحلاوه ب 150 جنيه ودي كمان ب 150 جنيه ببيهات تلبس لغايه سنه ونص. 150 دي معانا لحد سنتين مع اللكلوك بتاعها. بص الحلاوه 150 جنيه وده بقى حاجات ال 200 من اول هنا 200. ده ليه الوان؟ ده ليه الوان، عندي المينت جرين وعندي وده بيلبس لكام سنة؟ ده 6 سنين. بيلبس لحد 6 سنين بس الكميات محدودة فنلحق. عندنا الترنج ده بيلبس لحد 10 سنين ب 200 جنيه بس. دي الوان صح؟ موجود اسود موجود الوان بس برضه كميات محدودة. اي حاجة هنا ب 200 جنيه في العرض ما عدا السربتوجة احنا قلنا عليها ب 150. هنا 200 جنيه ده بناتي، ده دون تاني منه 200 جنيه. يبقى الترنجات هنا ب 200 والسربتوجة ب 150. ده 200 لابس لغاية 10 سنين ممكن نفتح برضه نبص عليه. هنكمل معاكم عرض ال 200 والترنج الجميل دوت بيلبس لكام سنة؟ ده سنتين اخره. تمام. وكان موجود منه لغاية 8 سنين بس للأسف دلوقتي ما بيلبسش. وألوانه موجود؟ لا لون واحد. هو اللون ده بس. ده بيلبس لحد سنتين. اهو الحلويات دي كلها ب 200 جنيه. ده كمان ب 200 منه ألوان عندي لغاية 8 سنين. معانا ده كمان برضه ب 200، احنا لسه في عرض ال 200 كل ده. ده 200؟ عادي. أروح أجيب لي عند كلمة. فرق؟ ده برضه ب 200 بيلبس لحد سنتين. ده يلبس معانا لغايه 4 سنين. اللون ده يلبس لحد 4 سنين. ده برضه لسه في عرض ال 200. ده بيلبس لحد كام سنه؟ ده يلبس معانا لغايه 12 سنه. ده يلبس 12 والالوان موجوده؟ الالوان موجوده والالوان بتاعته كلها موجوده. معانا القمر ده ب 220 جنيه بس. البنطلون بتاعه لحد 6 سنين بيلبس. ليه الوان؟ في الوان منه اللون ده واللون ده. ليه ده وبينك؟ دي بقى حتة أخيرة بس هي بجد تحفة. بص الجمال ب 220 قلت صح؟ 220 بس هي آخر قطعة يعني. كانت ب 300 نزل عليها عشان آخر قطعة بقت 220 دلوقتي. 230 وحيرات. حيرات دي لبست لكام مثلا سنة؟ لبست لغاية 16 سنة. بيلبس لحد 16 سنه. دي الوان ولا لا؟ دي الوان طبعا. عندنا بينك واحمر والاخضر. قطيفه نزلها لحد 200. هي كانت بكام اصلا سعرها؟ كانت ب 260 نزلها ب 200. بس الحلاوه تمام. بتلبس لحد كام سنه دي اصلا؟ تمام. دي بتلبس لحد 8 سنين. عندي حاجه محيرات زي كده. المحيرات ده كان 320 ونزل دلوقتي ب 250. يعني ده كده معانا ب 250 جنيه. دي الوان ولا لا؟ دي الوان اسود ولا بتاع شويه شويه عشان احنا بنحاول نلقط الحاجات الباقيه لان دي تصفيه. دي 200 جنيه. ده ب 200 جنيه. برضه في الوانه؟ ده في الوانه برضه ممكن يكون في لون كمان واحد احمر. تمام. عندنا حاجات برضه زي كده عامله 230 زي كده مثلا. عندنا حاجه زي كده 250 230 عفوا. عندنا حاجه زي كده عامله 290، ده عامل 300، وده عامل 250، وفي منه مصنع تاني احنا عرضناه على 200، وده برضو عامل 250 الشكل ده، وده عامل 275. معانا بقى الترنجات دي محيرات برضو مستورده كلها. دي كده شغل مستورده. ده من ناس 14 لغايه ناس 18 اسعارها بتبدا من 365. 365 دي الوان ده؟ ده اخر لون موجود منه مقاسين 14 و16. في عندنا حاجات زي كده 3 قطع. سعرها بيبدا من كام؟ دي عامله 400 بدل 430. ديت عامله 400 جنيه 3 قطع؟ دي 3 قطع عامله 400 و50
كام؟ 400 بس. 400 بعد 430. ده التيشيرت بتاعها ده البنطلون. ده بوخ يمشي معانا في رمضان. حلو قوي، عامل 410. ده يعتبر شغل العيد برضه. منه اشكال وفي منه الوان، ده بني مقاسه من 14 لغايه 18، موجود منه كذا شكل. جت صيفي بقى، ده شغل صيفي او خريفي. كم مقاسه من 12 لغايه 18، موجود منه ثلاث الوان، البينك والكشمير قصدي اللي هو ده، موجود منه النبيتي وموجود منه الزهري. هما ثلاث قطع. واسعاره كام؟ 200 جنيه بس. عامل 200 جنيه بس يا جماعه، يعني ده لبس العيد ب 200 جنيه. اسعار قديمه والله. دول برضو كلهم تشكيله اللي هي المستوردات، اسعارها كلها بتبدا من 365 لغايه 400 او 410. كل ده مستورد لغايه هنا كده. الترنجات بقى الحريري بتبدا من 165 جنيه. عند ده اللي معايا 175. طبعا الكلام ده كتير. ده البنطلون. عندنا حاجه زي كده كانت عامله 325، دلوقتي بقت عامله 275. دي كانت ايه؟ دي الوان صح؟ ليه الوان، ليه ثلاث الوان، ليه الوان. ابيض ماشي. ده طعم كام؟ ده الكاش. ده الروز تحفه اصلا، والقماشه تحفه. موجود منه ثلاث الوان، ده قطيفه تاو. عندنا حاجه زي كده دي عامله دلوقتي 350، بعد ما كانت عامله 450، نزل عليها خصم 100 جنيه. دي برده عباره عن في الوان، دي في منها الوان. شفت الوانها دلوقتي وعارفه. قول الوقت لقيت الوقت. ده وده البرد كده هنرش عليه برضه قطيفه. شغل خروج للعيد ده عامل 325، ده شغل خارجي بننزل منه ثلاث قطع. القطعه دي الهاي ويست، وده التيشيرت تحتها والبنطلون. في منه الوان بقى؟ منه اربع الوان. عندنا البيجامه دي بيج سايز اللي كل بيسال عنها ب 275 جنيه بس. في منها الوان؟ في منها الوان، في منها اللون ده وفي منها اللون الجنزالي. يبقى عندنا اللون الاحمر وعندنا الجنزالي. ده التيشيرت بتاعها طبعا، ده سعر السنه اللي فاتت، والاسعار طبعا الجديده مش هنقول ان هي فوق 400، بس دي عامله 275 سعر السنه اللي فاتت. وده البنطلون بتاعها ده اتلبس لغايه 120 كيلو، لحد 120 كيلو تحفه. دي بيجامه العرايس صيفي برضو، نازله بسعر السنه اللي فاتت 235 جنيه. وده البنطلون بتاعها ب 235 جنيه. معانا دلوقتي ديت ب 275 جنيه. ده عندك ده، وده بكام؟ وده برده ب 275. عندنا برده بيجامه زي كده، ده من الحاجات المستورد، عامله 295. فيها الوان؟ لا مش منها الوان، هي اخر لون موجود عندنا كده. الحاجات دي اواخر، لان دي شغل الصيف اللي فات، بس ده حاجات مستورده يعني فضلت من الصيف. لازم برضه نبقى عارفين ان احنا بنبيعها على نفس سعر الصيف اللي فات، 295 نفس السعر. في عندنا كاش زي كده 235، ده 235 قطن، ده ب 235. في الوان ولا لا؟ موجود منه الشكل الثاني اللي مرسوم عليه رسمه ميت، ده اللي مرسوم عليه بطوط، في الثاني عليه رسمه ميت. طبعا ده جيب هنا على 235. عندنا برضه بيجامات زي كده عامله 200 جنيه، وعندي برضه شويه بيجامات مشكل تحت كلهم عاملين 200 جنيه. عند براندي فاشون ما لحقتش اعرض لكم كل الحاجات، بس انا هسيب لكم لينك التليجرام تدخلوا تشوفوا فيه. احنا في المحل الخامس جنب الكافيتيريا على طول، صح؟ جنب الكافيتيريا على طول في الدور الارضي. هقول لهم برضه بيفتح على طول بقى.